اسالك عن كاس الامم الافريقيه، خلاص ايام وتنطلق بطوله كاس الامم الافريقيه، هل تتابع البطوله؟ هل ترشح منتخبات بعينها للفوز بالبطوله؟ أتابع الكرة الأفريقية بشكل مستمر، وسوف أتابع كأس الأمم الأفريقية، وأعرف أن مصر سوف هي والسنغال من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة. أعتقد أن مستر كيروش مدرب منتخب المصري قام باختيار لاعبين جيدين جدا، وأنا سوف أتابع عن قرب جميع مباريات كرة الأمم، مباريات كأس الأمم الأفريقية. بالتأكيد تعرف، بالتأكيد تعرف كارلوس كيروش كويس وقت أن كان مساعدا للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد. رأيك فيه إيه كمدير فني؟ وطبعا أكيد شفته لما كان مديرا فنيا لريال مدريد. رأيك إيه فيه كمدير فني لمنتخبنا الوطني؟ كارلوس إنه شخص أنا قابلته عدة مرات عندما كنت في إنجلترا. أعتقد أن لديه فلسفة في كرة القدم، وكل مرة يحاول أن يطور أدائه. وأؤكد لكم أن مصر فريق كبير وتلعب كرة قدم جيدة، أن الفراعنة مرشحين بقوة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية، ولديكم لاعبين لديهم خبرة كبيرة يلعبوا، ولديكم لاعبين يلعبوا في إنجلترا، محمد صلاح، النني، وتريزيجيه أيضا. أعتقد أن كارلوس سوف يوظف جيدا هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد.